بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سعادة العين الدكتور طلال أبو غزاله عطوفة الأستاذ الدكتور زياد السعد رئيس جامعة اليرموك بالإنابة الإخوة الزملاء أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمحوا لي باسمكم جميعا وفي هذا الصباح اليوم الجميل وفي هذا العام الجديد الذي نسأل الله أن يعيده على الوطن وعلى قائد الوطن باليمن والبركات اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بسعادة العين الدكتور طلال أبو غزاله لتفضله بإلقاء كلمة بعنوان قصة نجاح مجموعة طلال أبو غزاله معروفة وغنية عن التعريف وسعادة العين أيضاً غني عن التعريف وسيتحدث لكم عن التجربة الثرية التي مر بها هذه المؤسسة لها بصمات مجتمعية أكاديمية إدارية اقتصادية متنوعة ولها إسهامات وتدرك مدى المسؤولية الاجتماعية لهذه المؤسسة العتيدة هذه المؤسسة اليوم تم افتتاح الفرع 86 في محافظة أبها تم قبل قليل توقيع اتفاقية بين جامعة اليرموك كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية وبين مجموعة ومؤسسة طلال أبو غزاله هذه الاتفاقية أو ما تسمى بمذكرة التفاهم لنا أمل كبير بأن نحولها ونعكسها إلى مشاريع تهم كافة تخصصات كلية الاقتصاد خدمة للمجتمع المحلي والمجتمع الأردني التعريف بسعادة الدكتور طلال أبو غزاله تعريف كبير ولكن يمكن أن أقتضب وأقول أن سعادته مستشارا لجلالة الملك في النواحي الاقتصادية وهو عضو في مجلس الأعيان وله مواقع وإسهامات متعددة على مستوى الأمم المتحدة وعلى مستوى الوطن العربي والأردن تحديدا ابنا بارا بوطنه ابنا بارا بمجتمعه فباسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب ونحن سعداء لهذا اللقاء الذي نأمل أن يكون فيه العطاء والفائدة لنا جميعا أساتذة وطلابا فأهلا وسهلا بكم سعادة العين أنا دائما أحب أن أكون مع أبناء الطلبة أحفاد الطلبة كنت تعودت أقول أبنائي أنا اثنين من أحفادي ثلاثة من أحفادي تخرجوا من الجامعة فالآن بالنسبة إلي من هنا هم أحفاد وحفيدات وأنا سعيد إنه الحفيدات أكثر من الأحفاد أنا بحب بناتي يعني أكثر من أولادي معلش الشباب سامحوني بكرة لما بتصيروا آباء وبتصيروا عندكم عائلة بتعرفوا قديش البنت عزيزة وغالية فسعدني أن أشوف هالوجوه الجميلة الصبايا الحلوين والشباب العظيمين الشباب اللي هم المستقبل أنا من قبل أكثر من 50 سنة من قبل 60 سنة 60 تحديداً كنت مثلكم تلميذ كنت تلميذ في الدراسة الجامعية مش تلميذ ابتدائي وبالتالي بتخيل شو بدور براسكم كما كان يدور في راسي ودائماً أيضاً أتذكر أنه كنا نسمع واحد مثلي يحكي ختيار نسمعه وبعدين نطلع من هون ننسى كل الكلام اللي قاله فأنا مش يعني مش زعلان إذا بعد ما أمشي من هون ما تتذكروا شيء من اللي حكيته لو واحد بس أو واحدة
بكون أنا سعيد إذا أتذكر شو عم بقول. واحد بكفيني، لأنه مثل لما يطلع في الوطن في الأردن واحد مثل بيل جيتس أو زوكربيرغ يكفي، ما بطمح أكثر من هيك. يكفينا أن يخرج واحد يؤمن برسالة المستقبل. رسالة المستقبل هي رسالة مجتمع المعرفة. العالم يمر الآن في مرحلة بداية ثورة ينتقل فيها العالم إلى عصر المعرفة، لسه سينتقل، احنا في بدايتها. بس أنا بدي أقول لكم تجربتي مشان نشوف كيف ممكن تنعكس. أنا لاجئ فلسطيني، لما خرجت من فلسطين كان عمري 10 سنين، الآن عمري 78 سنة. لما تركت كان عندي شعور بالظلم انه واحد يطرد من بلده، وانا اشعر مع اللاجئين اللي بسموهم لاجئين، انا بسميهم ضيوف، لاني انا استضفت في هذا البلد الكريم، وقيادته الملكية الهاشمية، وانا لست الا باي صفة هنا الا بصفتي خادم لجلالة الملك وجلالة الملك حسين رحمه الله. أعطاني وطن، ويجب أن كل واحد فينا يشعر أنه أهدش أهمية الوطن. إحنا كثير مرات نأخذه هيك موضوع أنه أنا انولدت هون وطبيعي أنه أنا مواطن. لا، في المواطنة أكثر من أنه الواحد يكون أنه جنسيته أردنية، يكون عنده وطن، وطن واجبه أن يخدمه. لما انطلقت أنا وأنا طفل كان كل همي كيف سأنتقم من عدوي، أنقم أصير مناضل فدائي، أيأس، أكتئب، شو بدي أعمل. قررت أن الرد على عدوي أن أكون أفضل منه، بس كيف مش عارف. قلت أنا بدي أثبت للعالم أن الإنسان هذا اللي طرد من بلده اللاجئ هو أحسن من اللي طرده من بلده. كيف؟ ما في شيء بذهني، لأن عمري 10 سنين، وكنت أمشي إلى المدرسة كل يوم ساعتين، أقرب مدرسة، ورجوعاً ساعتين، 4 ساعات باليوم. يمكن هذا أحد أسباب أني أنا بسن 78 بحتاجش لزملائي، بيضلوا أبنائي في المؤسسة وزملائي دايرين حوالي يشوفوا كيف بدهم يساعدوني، وأنا طالع درج ونازل درج لسه فيني قوة. يمكن هذا السبب أني مشيت كل يوم 4 ساعات، مخزن طاقة مشي الحمد لله. بس كان المهم واللي بدي أقوله، أنا أتمنى على كل من يريد أن يسمع من هالختيار، إذا تريد أن تنجح نجاح حقيقي يجب أن يكون عندك رسالة. إذا كان همك أن تنجح في الوظيفة وتأخذ راتب ومراكز أعلى، كويس حلو. إذا همك أن تصبح غني، عظيم، همك تصير رئيس وزراء، عظيم، ولكن لن تحقق النجاح الكبير إلا إذا كنت صاحب رسالة. ساعتها بتكون عم تشتغل، وأنت مش عم تشتغل لنفسك، أنت مش في عندك ميشن، أنت مكلف بمهمة وطنية، وغير شعور وغير حماس. تستطيع أن تتحمل التعب، تتحمل الظلم، تتحمل العجز، المعاناة، لأني أنا عم بناضل، في عندي رسالة بدي أديها. فكل واحد يقرر شو رسالته في الدنيا، وأنا قررت أنه رسالتي أن أثبت للعالم أننا شعب متفوق وناس متفوقين، وما أنا إلا مثال. كيف؟ في عام 2001، يعني عام 2001 يعني بعد حوالي نصف قرن من لجوئي، جلست في منصة الأمم المتحدة بدعوة من كوفي عنان كعضو في فريق لوضع استراتيجية العالم في تقنية المعلومات والاتصالات. يعني كل ما تستعملوه من أدوات، كمبيوترات، تليفون، موبايل، انفراستراكتشر، كله كنا مكلفين بأن نضع استراتيجية دولية. وكان ذلك بعد شهرين من حادثة سبتمبر 11. أعلن بنك كوفي عنان
تأليف الفريق مؤلف من 52 شخص، منهم 30 دولة عظمى، أمريكا وأوروبا والدول العظمى في العالم، منظمات الأمم المتحدة، البنك الدولي، منظمات المجتمع، وثمان أشخاص من الذين يمثلون القطاع الخاص في مجال تقنية المعلومات، وأنا كنت واحد منهم بصفتي عن شركة مجموعة طلال أبو غزاله. قال أعلن إنساء الفريق وبدنا ننتخب مجلس إدارة. انتخبوني واحد من ثمان أشخاص. قال بدنا رئيس، في رئيس معين عن الأمم المتحدة بصفته، بس بدنا رئيس تنفيذي تختاروه أنتم. فاختاروني، طلبت الكلام، قلت أشكركم، جملة واحدة ما كانش خطاب، قلت أشكركم على ثقتكم بي وانتخابي رئيسا عليكم، مع علمكم أنني فلسطيني أردني عربي مسلم. بس شكرا، قلت شكرا وبس. يعني كل التهم التي كانت موجودة في ذلك الوقت لهذه الفئات الثلاث أنا فيها، ومع ذلك انتخبتوني رئيس عليكم. في أكثر من هيك إثبات أن التهم باطلة، بس أنا جبتها بطريقة إيجابية. حتى كوفي عنان قال لي بعدها، قال لي هذا الخطاب من جملة واحدة أبلغ من 1000 خطاب، لأنك أشعرتهم بتأنيب الضمير كيف يلصق تهم من النوع بمجتمع بكامله ويصنفوه على أنه هكذا. يومها شعرت أني أنا حققت جزء من الرسالة، شعرت بأنه التعب والجهد والذي عانيته وهو نعمة. أنا مؤلف كتاب إن شاء الله سيطلق وينشر من مؤسسة الرأي، جريدة الرأي، اسمه قصص من حياة، قصص من حياتي، وأنا كتبته يعني قصص من حياة أنعم الله عليها بالمعاناة. المعاناة الناس بيعتبروها معاناة، ألم وتضحية. أنا كنت كلما عانيت أشعر بالسعادة. وما تستغربوا الكلام، أنا مش عم ببيع شعر ولا عم بألف. يعني لما مثلا جيت أدخل الجامعة الأمريكية، وكنت معاليك تتكلم عن لقائنا في الجامعة الأمريكية، لما كنت في الجامعة الأمريكية بدي أدخل بالجامعة، ما عندي فلوس، أنا ببيروت كنت وقتها، فما في إمكانية أني أدفع الرسوم. أعلنت الأونروا عن منحة واحدة لشخص واحد، شرط أن يكون الأول على لبنان. ما كانش عندي بديل إلا أن أكون الأول. طب هاي معاناة أن تجبر أن تكون الأول، تقول والله أنا ما عندي حظ، ما عندي أهل يدفعوا عني، اضطريت أدرس لأكون الأول. هذه نعمة، الله أنعم علي أني أنا مجبور أكون معاناة. وحياتي سلسلة من هذا النوع كلها. ولما إن شاء الله ينشر كتاب، بتمنى أبنائي يقرأوا، وبناتي اللي عنده معاناة من أي نوع كانت، سواء صحية سواء اجتماعية مالية أي نوع، والله يا أبنائي بكون الله أنعم عليك إذا أنت عم بتعاني، لأنه يخلق منك إنسان فاضل وإنسان مكافح وإنسان يريد أن ينجح ويتحدى المعاناة. فأنا بحياتي كلها أفتخر أن كل حياتي كانت معاناة، وأنا سعيد. وإن شاء الله عندما يصدر الكتاب، أعتقد خلال شهر، لأنه مؤسسة الأهرام عم بتنقحه، وعم مؤسسة الأهرام، لأنه مؤسسة الأهرام ذكرتها بالخطأ، لأنه أصدرت كتاب مؤسسة الأهرام، وهي الأول مرة في تاريخ مؤسسة الأهرام في مصر أن تصدر كتاب عن غير مصري، من تأليفها، من تأليف المؤسسة ونشرها وطباعتها، اللي هي كتاب اسمه الصعود إلى القمة طلال أبو غزاله. فهذا يعني تكريم من دولة عظمى في المنطقة مصر، ودولة فيها كل الكفاءات والعظماء في كل المجالات.
كله بسبب أني قررت أن لا أدع مشكلة تعيقني عن تحقيق هدفي، لأني عندي رسالة. فإذا نبدأ بالرسالة، أن يكون عندك رسالة، بعدين شو رسالتك أنت قررها. بدي أغير المجتمع إلى أن يصبح، وهذه أنا الآن رسالتي الحالية، أن أحول هذا المجتمع في هذا الوطن ليصبح مجتمع معرفي. ما إلنا حل لكل مشاكل وطننا الاقتصادية وغير الاقتصادية والاجتماعية وغير الاجتماعية إلا بأن نصبح بلداً معرفياً. عندنا عجز في الموازنة، عندنا دين، عندنا بطالة، عندنا كل شيء، بس هذا مش موجود بدولة مثل فنلندا. وأنا أمس كنت أحاضر في هذا الموضوع، أمس من الساعة 5 مساء أمس في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للحكومة، الجهة الحكومية اللي هي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقلت أنا أريد هذا البلد. وأنا قلت هذا الكلام في حضرة سيدنا صاحب الجلالة دام الله عزه، قلت هذا البلد يجب أن يكون فنلندا. فنلندا نفس عدد سكاننا، يا ريت واحد بس أو واحدة منكم تجعل هاي رسالتها في الحياة، لأني أنا اليوم موجود بكرة مش رح أكون موجود، وأنا كل يوم بنام بعتبر أن تاني يوم مش رح أصحى. فلما بصحى الصبح بكون في عز السعادة أني أنا أخذت يوم جديد. حتى يعني هذا الموضوع بزعج زوجتي، أنا متزوج صار 53 سنة، السنة عيدنا 53، مش قادر تتقبل إنه واحد بفيه من النوم بفتح عينيه بلش يصرخ ويضحك ويمزح، لأني أشعر إنه أنا أعطيت يوم جديد. بتشكي بتقول لي أرجوك أنا بدي أنا أصحى على مهلي، ما بقدر، لأني بحس بالسعادة إنه ربنا أنعم علي بيوم جديد. أنا بقول أن هذا الشعور يعطيني دائما ثقة بأنه في استمرارية من خلالكم، من خلال أحفادي. أنا مثل ما قلت أبنائي أنا أكبر مني، أنا ابني لؤي أبو غزالة عضو في مجلس أمناء هذه الجامعة، وأفتخر بأن يكون ابني في مجلس أمناءكم، وهو أكبر مني. إذا بتشوفوا ختيار أكثر مني، أنا شاب أكثر منه. اللي بيشوفوه بقولوا لي الوالد، ولكن أحفادي هم أمثالكم أو أكبر منكم لأنهم تخرجوا. فأنا عندما لو واحد يطلع أو واحدة تقول أنا رسالتي بدي أجعلها أحن أحقق مشروع طلال أبو غزالة في تحويل الأردن إلى مجتمع معرفي، وأنا أطلقت هذا المشروع أمس في المجلس الاقتصادي وتبناه المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بأننا نستطيع أن نكون كفنلندا. فنلندا نفس عدد السكان الأردن، فنلندا نفس وضعنا، ما في لا غاز ولا نفط ولا ولا ولا، ولكن دخلنا القومي في الأردن 30 مليار. الدخل القومي في فنلندا الدولة الذي يجب أن نكون مثلها 180 مليار. ما في سبب إلا سبب واحد، أن فنلندا دولة معرفة تصنع المعرفة، وكل إنسان فيها منتج معرفيا، يعني السواق، سائق السيارة، البوليس، الأم، كل إنسان ينتج معرفيا وهو في عمله. فالناتج القومي يصبح ليس نتاج فئة أو شركة أو قطاع، إنما نتاج كل مواطن. وما يسميه بيل غيتس، عندما بتسأل بيل غيتس أنت شو، بقول لك أنا عامل معرفة، knowledge worker. النولج هي أساس الثروة، وصنع الثروة في المستقبل كلها سيكون من المعرفة، والمعرفة بمعنى تقنية المعلومات والاتصالات التي هي ليست موضوع للتخصص، هي أداة لكل التخصصات، وهذا اللي يجب أن ندركه. يعني أنا أتمنى إنه جامعاتنا ومؤسساتنا مدارسنا تصبح مادة تقنية المعلومات والاتصالات مادة إجبارية للطبيب وللمهندس ولأستاذ اللغة، لأن كل ما بالمستقبل سنقوم به
لا يمكن عمله إلا بالاستناد إلى ما نسميه إحنا أو سميناه في اللجنة، اللجنة الاستراتيجية الإنيبلر، المساعد. المساعد لكل عمل هو تقنية المعلومات والاتصالات. لو واحد قال أنا بعد ما يموت طلال أبو غزالة ومن الآن بدي أمشي في هذه الرسالة، كيف نحول هذا البلد؟ ومش صعب إنه واحد يكون عنده الطموح. يعني لما أنا من بفضل هذا البلد علي، بفضل الأردن وقيادة الأردن، أستطيع أن أقول إنه إحنا أكبر شركة في الدنيا في مجال الملكية الفكرية. مش موضوع لا سياسي ولا رأس مال، تقنية، موضوع فني. إذا قدرنا نحقق أن أبو غزالة الملكية الفكرية هي أكبر شركة في الكون، مش صعب إنه واحد من الأردن يقول أنا بدي أحمل رسالة تحويل هذا البلد كما رسمها أو اقترحها طلال أبو غزالة، لأني أنا مش باقي، أنتوا الباقيين. أريد أن واحد بس يدخل على موقعنا اللي اسمه ملتقى طلال أبو غزالة المعرفة. وين له أي؟ شو الويب سايت أدرس؟ ادخل على الموقع، كلها كم صفحة، ما راح تتعب، يعني اعتبر حالك عم تتسلى واقرأ هذا المشروع. فنلندا ما عندها ولا دولار دين ولا بعمرها تدينت دولار، لم يحصل في ميزانيتها في تاريخها عجز موازنة، ليس في بطالة، ما في مظاهرات، ما في احتجاجات، لأنه كل واحد ملتي كنولج وركر عم بيشتغل وعم ينتج. امبارح وصلني رسالة من فنلندا، خبر من فنلندا امبارح، وأعلنته أيضا أمس بالمجلس الاقتصادي. فنلندا قررت أنها بدها تعمل راتب مضمون كتجربة لألفين واحد من فنلندا يختاروا راندم، تحدد له راتب مشتغل أو ما اشتغل، أنا كدولة بضمن لك بعطيك هذا الراتب. يعني وصلوا لمرحلة اللكجري إنه دولة تفكر بأن تؤمن رواتب المواطن، مش لأنه عالي، لأنه منتج، ولأنه منتج الدولة غنية، ولأن الدولة غنية تستطيع أن تعطيك. يعني هي فلسفة جديدة ولأول مرة تطرح، غير عن النظام الماركسي اللي هو من كل ما حسب قدرته لكل حسب حاجته، هاي النظرية الماركسية إنه كل واحد لازم يعطي قد ما بيقدر ونعطي كل واحد قد ما محتاج، مش هاي النظرية. لا، نظرية بدهم يختبروا الآن هذا الإنسان. لما أنا أقول له أنا ضامن لك $2000 مثلا بالشهر، شو راح يعمل؟ راح يشتغل أكثر ولا أقل؟ يفكر إني أنا لازم أنتج أكثر لحتى الألفين يصيروا 10، ولا حيقول أنا الحمد لله عندي 2000 أروح أنام؟ يعني عم بيفكروا بطرق إبداعية. ومثل ما أنا قلت دائما بقول، من يقود الثورة المعرفية في العالم هي فنلندا وليست أمريكا ولا بريطانيا. أرجوكم انظروا إلى التجربة الفنلندية في التعليم. نعم، العالم كله يتعلم. أنا كنت هناك من حوالي شهر، شفنا تجربة فوق العالم. ما في أمريكا كما تفضل سعادتك، أمريكا وأوروبا والعالم كله يتعلم من فنلندا، هذا البلد الصغير 8 مليون مثلنا، يقود العالم في ثورة التعليم، تاريخ التعليم والجامعات، هارفارد وييل وكامبريدج وأكسفورد، كل الدنيا الآن يتعلموا من فنلندا تغيير التعليم. فالطموح ما له حدود. وأنا دائما، وما بدي أطول عليكم، أختم دائما بحكمة لأحد الحكماء يقول: كل ما يمكن أن يتخيله عقلك، عقل أي واحد فينا، مش عقل المفكر، ولا فيش اسمه هذا اسمه مفكر. يعني لما يكون أوكرانيا، هذا البلد النامي مثلنا، أوكرانيا في أثناء الحرب بين أوروبا وأمريكا ضد روسيا على أوكرانيا،
عامل جرسون في مطعم يخترع نظام ويبيعه لجوجل ب 13 مليار، يصبح صاحب ثروة 13 مليار، والبرنامج اسمه كلكم تستعملوه واتساب. هذا اختراع، مش اختراع جوجل، اختراع بجرسون. انا اريد في وطني اشخاص مثل هذا المخترع اللي اسمه دان يان كوم، اسمه يان كوم. هذا يان كوم لو بيطلع بالاردن اثنين بنصير مثل فنلندا. فاذا خلي كل واحد فينا يكون عنده طموح، يقول انا بدي اغير هذا البلد الاحسن لانه له فضل علي. كل من هو مواطن يدين بالفضل لهذا الوطن، مش العكس، مش انت اللي عم تخدم. وانا عندما كرمني جلالة الملك بتقديره لي بوسام الاستقلال من الدرجة الاولى، كان ينص على لدوره، وليس فقط ذكر فقرة تقرأ التكريم، رسالة التكريم شهادة الوسام، لنشر صورة وقدرات الأردن على مستوى العالم، ولكن الأهم بالنسبة لي كان وتقديراً لدوره في خدمة المجتمع. والله لم ننجح بهذا النجاح إلا لأنه مجموعة طلال أبو غزالة تؤمن بأنها خاتم لهذا المجتمع وعليها دور أن تؤديه. ما بحب أحكي، بس خليني أحكي لأبنائي. إحنا مجموعة طلال أبو غزالة مقسومة قسمين، مجموعة طلال أبو غزالة اللي هي الشركة المنتجة التي تحقق الأرباح، والحمد لله لم نخسر ولا سنة بحياتنا، وإلا ما كنا بنقدر نستمر ونتطور ونعطي. يعني إحنا بدنا مؤسسات تربح، بس بدنا المؤسسات اللي تربح أيضا تدرك أن عليها واجب لمجتمعها. 50% من أرباحنا السنوية بالنص تحول إلى طلال أبو غزالة فاونديشن. طلال أبو غزالة فاونديشن هي المؤسسة المظلة لكل مشاريعنا في خدمة المجتمع، واللي نمولها كاملة تمويل داخلي، لا بناخذ مساعدات لا من أمم متحدة ولا من أي منظمة تمويلية، نمولها تمويل كامل، كلها مشاريع، مش مشاريع، هي مؤسسات مستمرة. يعني احنا نؤمن بأنه نبني مؤسسة وتصبح عمل دائم، مش نطلق مشروع وبسكر المشروع. كلها مؤسسات لها استمرارية. احنا خسرنا؟ لا والله. المجتمع، بمشي انا بالشارع بيكفيني واحد يوقف ويسلم علي ويقول لي احنا بنقدر اللي بتعملوه للأردن. والله الانسان العادي يقدر، مش عم نحكي عن كبار الناس والمسؤولين والاكاديميين والمطلعين، بحكي عن المواطن العادي. ويرد لك الجميل لما بصير اي فرصه، بقول لك هدول اولى ان تعطيهم الشغل لانهم بخدموا البلد. وحصلت كثير مرات، بقول لك انا والله بدي اعطي شغلي لكم لانكم بتخدموا البلد. فالمسؤوليه الاجتماعيه ليست عبء، هي اولا واجب وفائدة للشركة. وأنا دائما أحاضر بالشركات إنه ما تظن إنه أنت لما بتعمل واجبك في المجتمع عم تضحي أو برا، أنت تقوم بواجب لصاحب الفضل عليك. ما أنا من وين رزقتي؟ ما هي من المجتمع. أنا وين أرضيتي؟ وين قوتي؟ من وطني اللي أعطاني الفرصة أن أنتج. فإذا عندما أقوم بواجبي أنا عم بأدي واجب، وبنفس الوقت هذا المجتمع سيضاعف إلي الفضل، وهذه موجودة في القرآن. أنه إذا أنت قمت بواجبك، أنا لا أدعي الدين لأني ما بدي أغلط بالآيات، أنه إذا أنت عملت بالرد عليك أضعافا مضاعف. هذا هيك ربنا قال. ولو نتعلم من حكم القرآن نكون إحنا كثير أفضل مما نحن الآن. الخير في أن يشعر الإنسان بالمسؤولية ويشعر بواجبه ويؤدي واجبه. وأرجع وأختم أقول، ما حدا يظن أنه الحلم والطموح له حدود، وكما قال أحد المفكرين وبعيد، وأنا دائما أهتدي بالحكماء، كل ما يستطيع العقل البشري أن يتخيله، عقل أي إنسان، يمكن أن يكون حقيقة إذا أنت قررت. وتذكروا في تاريخنا
كنا لما نسمع عن الستار وورز بالتلفزيون ونشوف كيف انه بده يطلعوا الصواريخ وكيف بده يطلع الطائرات وكيف حرب النجوم والى اخره، كله اصبح حقيقة عندما تتخيل شيء. اذا كان العقل قادر ان يتخيل شيء فيجب ان تدرك ان ذلك حقيقة. وانا عندما تخيلت انه بدي ابني مؤسسة تكون اكبر مؤسسة في العالم واقول للعالم اني انا اهم من عدوي الاسرائيلي، تحقق. بل والله يمكن واحد هذا شو بحلم، انت جاي من امبارح وجاي من دولة نامية ولاجئ ومرمي بالشارع، وبعدين الاردن يبدو بلمك وصرت بني ادم، بدك تتحدى شركات ومؤسسات العالم الكبرى؟ نعم بدي اتحداها وتحديناها، وانا اتحدى ان يكون هنالك من عدو. انا ما عندي عدو بالدنيا الا اسرائيل، وخلينا دائما ما نشتت نفسنا، ما نقول. ارجوكم اذا ضيعت البوصله وهذا الهدف. بقول لك طب انا امبارح كنت في لقاء مع ناس مهمين، قال طيب ما هو الدول الاخرى اللي داعمه لاسرائيل؟ قلت له لا، دعم لاسرائيل دعم العدو، برجع كلمه عدوي، عدو اسرائيل. انا ما بدي انجح اسرائيل اللي تخليني اعادي العالم كله بحجه انه العالم عم بيساعدها. ما انا مشكلتي عدو واحد ما اضيعها، وهذا اسلوب اسرائيلي. يعني بقول لك انه انت طبعا انت ما كل العالم ايد لاسرائيل، يعني انت بدك تعادي العالم كله؟ لا ما بدي اعادي العالم، كل العالم اصدقائي بما فيها من يدعم اسرائيل. وانا عندي نظريه اخيره وراح اقولها واخرس من بعدها. نظريه بتقول ان عدوي ومنافسي وكل من يكرهني هو صديق لي. انا احب اصدقائي اللي لهم فضل علي وادين لهم بالاحترام والولاء، اللي بيساعدوني وساعدوني، ولكن عدوي ايضا له فضل علي، لانه خصمي بيقول لي، وأنا تعلمت هذه من حكمة صينية، الصينيين بيقولوا اغفر لعدوك ولكن لا تنساه، انسى أنه هو عدوك، ما تحطش الحقد ولا تخلي الكره والحقد يأثر على برامجك وتصبح أنت أسير للانتقام. فلما بيجوني مثلا زملائي بيقولوا هذا الجهة الفلانية بتدا، بقولوا اتركوا خليه هو يحارب ويهاجمنا، احنا نصرف وقتنا بجهد ايجابي بان ننجح ونصبح احسن وهيك بنغيظه. اذا انت بدك تربح المعركه عليه ابني حالك، ما تحاربه، خلي هو يحاربك، وهو لما بحاربني بيخدمني. في احلى من واحد قاعد لك يقول لك ما تغلط، لانه اذا غلطت انا بدي انقض عليك، هذا له فضل علي. فانا بحب خصمي، بحبه لانه هو يمنعني من الخطا ويمنعني من ان اتخلف في تقنيتي وفي تفوقي. هو بده اياني افشل، فاذا انا حتى هو ما دام عدوي او خصمي بده اياني افشل وبده اياني اخطا، فانا راح اغيظه وما راح اخطا ولا راح افشل. فهذا الحب اللي انا اعتقد انه يجب ان نزرعه في نفوسنا بدل الكره، في كل شيء. انا احب كل شيء، حتى بقول لك اكثر من انا بحب خصمي. واحد بيقول لي طب انا بكرهك، بقول له انت حر كرهني بس انا بحبك. يا اخي كيف انا بقول لك ما انا بكرهك؟ والله حصل، عم بحكي لكم حدث حقيقي. قال لي انا يا اخي ما بطيئك بكره، قلت له الله يعينك، الله يكينك على بلواك، بس انا مبسوط لاني سعيد لاني ما بكرهك، ما عندي كره، انا بحب، فانا سعيد بالحب. انت تعيش بالكره، خليك كره إلا أن تغير فكرك وتصير تحبني. شكرا جزيلا. يعني سمعنا أروع وأبلغ الكلام، سمعنا قصة النجاح وقصة الانتماء والمسؤولية المجتمعية، والأبلغ من ذلك سمعنا دعوة لنتحول لمجتمع المعرفة من رجل يبلغ 78 من العمر. الله يطول بعمرك. وهذه رسالة طلال أبو غزالة سوف يكون لها صدى كبير جدا في جامعة اليرموك بين أحفادك. إن شاء الله بيحملوا هذا الرسالة واحد بس وتستمر المسيرة. بس بدي سيدي واحد إن بس إن شاء الله واحدة إن شاء الله. الله يبارك فيكم، لأن العالم بيغيره شخص والتاريخ بغير شخص.
فواحد منكم ما تستهينوا بأنفسكم. شكرا للجميع.